الأوراق. الورقة الأخرى والوجهة النظر الأخرى سيقدمها سعادة الدكتور عبد الرحمن محمد السلطان، الأستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الدكتور عبد الرحمن معروف وكاتب اقتصادي في الاقتصادية، أحد رعاة هذا اللقاء. فليتفضل الدكتور عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام. وأرجو الالتزام بالوقت مشان ما أقاطع أحد. شكرا. بداية عن اختصار الوقت، نبدأ بتعريف المقصود بالاتحادات النقدية. طبعا الاتحادات النقدية صيغ متفاوتة بحسب طبيعة ومستوى التنسيق النقدي القائم بين مجموعة دول الاتحاد. فأحد الصيغ يقوم على تبني مجموعة دول عملة إحدى دول الاتحاد لتكون عملة تداول مشتركة، مثل ذلك منطقة النقد المشتركة في جنوب أفريقيا، حيث تستخدم عملة الراند في جنوب أفريقيا لهذه الدول، وتشترك فيها سويتو وسوازيلاند وناميبيا. الصيغة الأخرى للاتحاد النقدي هي اتفاق مجموعة دول على مثبت مشترك، مثل الدولار الأمريكي على سبيل المثال، ما يضمن ثبات أسعار صرفها البيني، كما يكفل لتلك العملات حرية التحول والحركة والتداول في دول الاتحاد دون قيود أو تكاليف إضافية. مثال ذلك الوضع الذي كان قائما بين دول مجلس التعاون ما بين 2003 و2007، عندما قررت الكويت ربط الدينار الكويتي بسلة العملات بدلا من ربطه بالدولار، كما هو الحال بالنسبة لدول الاتحاد لدول الخليج الأخرى. الصيغة الثالثة للاتحاد النقدي هي الصيغة القوية للاتحاد النقدي، والمتمثلة بقيام مجموعة من الدول بإلغاء عملاتها الوطنية وتبني عملة مشتركة واحدة سينجل كرنسي، مثل ذلك الاتحاد النقدي الأوروبي المنضمة لمنطقة اليورو. هنا كما يعرف في أدبيات الاتحادات النقدية بمنطقة العملة المثلى، يوصف إقليم معين بأنه منطقة عملة مثلى إذا كان بالإمكان تحقيق كفاءة اقتصادية أعلى من خلال تشارك كامل الإقليم في عملة واحدة، أو نقول هو الإقليم الذي يكون فيه تكاليف التخلي عن أسعار صرف كأداة للتكيف أقل بكثير من المنافع المتحققة من تبني عملة موحدة أو نظام سعر صرف ثابت. بمعنى نقول أنه تكاليف الاتحاد النقدي أقل من المنافع. في هالحالة نقول هذا الإقليم عملة يمثل منطقة عملة مثلى. هناك عدد من الخصائص التي أو المعايير التي ممكن أن تصف إقليم معين بأنه منطقة عملة مثلى. المعيار الأول مرونة حركة عوامل الإنتاج أو معيار مونديل، طبعا هذا الأب الروحي للاتحاد الأوروبي لليورو، أن يتصف الإقليم بمرونة كبيرة في حركة عوامل الإنتاج بين أجزائه المختلفة مع قدرة أقل لهذه العوامل للتحرك خارج الإقليم. هذا معيار. المعيار الثاني معيار التبادل التجاري أو معيار ميكانون، أن الاقتصادات المفتوحة التي تمتاز بارتفاع معدلات التبادل التجاري فيما بينها تمثل منطقة عملة مثلى. المعيار الثالث معيار تنوع الإنتاج والصادرات أو معيار كينن، بقدر ما تكون اقتصادات دول الإقليم متنوعة بقدر ما تكون الصدمات التي تواجهها متماثلة، ما يحد من الحاجة لمرونة أسعار الصرف، وبالتالي لا تحتاج إلى أن يكون لديها سعر صرف متغير، وبالتالي تمثل منطقة عملة مثلى. التكاليف طبعا الاتحاد النقدي نمر عليها سريعا، طبعا تحد من قدرة الدول على تحقيق الاستقرار من خلال تكييف أسعار الصرف، هذا التكلفة الأولى. أيضا معايير التقارب الاقتصادي تفرض على الدول حدود بالنسبة للدين العام وعجز الميزانية ومع أسعار الفائدة وما إلى ذلك. أيضا أحد درجة الانفتاح الاقتصادي وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين دول الاتحاد تحد من جدوى تغير أسعار الصرف كأداة للتكيف، إلا أنها أيضا تزيد من انكشاف الاقتصادات، وبالتالي قد تتسبب في تعرضها حاجتها للتكيف بسبب هذا الانفتاح. معدل التضخم المناسب في دولة معينة قد لا يكون مماثل لدولة أخرى، وبالتالي هناك اختلافات هيكلية تجعل مثل إلزام الدول بمعدلات تضخم متماثلة أمر غير مناسب. أيضا حدوث تصادمات غير متزامنة في غياب القدرة على تغيير أسعار الصرف في البلدان المتضررة يجعل من الضروري وجود نظام تحويل الدخل أو income transfer من الدول الاتحاد الأقل تضرراً إلى الدول الأشد تضرراً، وبالتالي زي ما شفنا بدول الاتحاد الأوروبي الآن، يعني المطالبات من ألمانيا وفرنسا بمساعدة اليونان وإيرلندا والإسبانيا وما إلى ذلك.
ايضا تحقيق معدلات نمو متفاوته بدول الاتحاد سوف يجعل ان هناك تاثيرات متباينه على ميزان المدفوعات، وبالتالي لاحقا سوف تكون بحاجه الى استخدام اسعار الصرف، ولكن لن يكون ذلك ممكن اذا كانت ضمن الاتحاد النقدي. مع ايضا مع الوقت يكون هناك تخصص، وبالتالي ايضا احد معايير يعني احد معايير العمله المثلى هو التنوع، لكن التحدي النقدي قد يؤدي الى التخصص، وبالتالي يعني يؤدي الى اشكاليه بالنسبه للدول المنضمه للاتحاد. المنافع طبعا ابرز المنافع طبعا هو التخفيض في تكلفه المعاملات بين الدول المنضمه للاتحاد النقدي باعتبار انها يستخدمون عمله واحده للتبادل والقياس. ايضا القيام الاتحاد النقدي ينهي امكانيه اللجوء الى استخدام اسعار الصرف لتعزيز القدره التنافسيه او بيجر ذي نيبر. ايضا يتوقع ان تكون العمله الموحده في موقف اقوى في مواجهه المضاربين ايضا، وتحتاج الى دعم اقل من البنك المركزي. تشجع الاتحادات النقديه على نمو الاستثمارات بين دول الاتحاد. النقطة اللاحقة اللي نتكلم عنها هو مدى انطباق معايير العملة، حتى نقول أن دول الخليج تمثل منطقة عملة مثلى يجب أن تنطبق عليها المعايير السابقة. تزامن الدورات الاقتصادية، هناك تزامن في الدورات الاقتصادية بدول المجلس، لكن هذا التزامن ليس ناتجا عن ارتفاع معدلات التبادل البينية، وإنما فقط عن أن متلقية لصدمات خارجية نتيجة تغييرات أسعار الصرف، وهذا يجعل هذا التزامن بالواقع ما هو مهم بالنسبة للعملة بالنسبة للاتحاد النقدي. تنوع الاقتصاد في عام 2007 كانت إجمالي الصادرات دول المجلس النفطية حوالي 75% من الصادرات هذه الدول، وأيضا الإيرادات النفطية مثلت 79% من إيرادات الحكومات. أيضا القطاع النفطي يمثل حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا أيضا لا شرط التنوع لا يتحقق في دول مجلس التعاون. ايضا معيار التبادل التجاري البيني، ايضا معدل التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون لا يتعدى 4%، رغم ان الاحصائيات التي تستخدم الان باعلى من هذا، ولكنه في هناك دبل كاونتنج او تحسب السلع مرتين بجانب الصادرات جانب الواردات، يعني سياره مصدره من الامارات للمملكه تحسب على انها سياره صدرت من الامارات للمملكه وسياره استوردت من الامارات للمملكه، وهذا خطا يحدث عنه ازدواجيه في الحساب. ولكن لما نحسب التبادل التجاري البيني فقط على انه الصادرات البينيه من السلع ذات المنشأ الوطني وننسبها الى اجمالي التبادل التجاري دول المجلس فانه لا يتعدى 4% من التبادل التجاري لدول المجلس، وهذا يجعل دول المجلس ايضا لا تلبي معيار التبادل التجاري لقيام منطقه عمله مثلى. ايضا مرونه انتقال عناصر الانتاج، نعرف انه معظم العماله اجنبيه بالمملكه وهناك قيود على تحركها من كفيل الى اخر، وبالتالي ايضا تحركها من باب اولى من دوله الى اخرى غير ممكنة. أيضا عندما يحدث نقص في اليد العاملة فإن بالغالب هذا النقص يتم له تلبيته من عمالة من خارج المنطقة، إذا الآن في مرونة عالية لتنقل حركة عناصر الإنتاج من المنطقة وخارجها ولكن محدودة داخلها، وهذا عكس شرط مرونة انتقال عوامل الإنتاج المطلوبة ضمن معيار انتقال عوامل الإنتاج، وبالتالي أيضا مجلس التعاون لا يلبي هذا المعيار. إذا الخلاصة انه يظهر مما سبق ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تنطبق عليها اي من معايير منطقه العمله المثلى، ما يعني محدوديه جدوى قيام اي شكل من اشكال الاتحاد النقدي فيما بينها، الامر الذي يملي بالضروره محدوديه منافع وارتفاع تكاليف انتقالها من اتحاد نقدي قائم على مثبت مشترك الى اتحاد نقدي قائم على عمله موحده، والذي يمكن ايضاحه من خلال النقاط التاليه. هناك تركيز طبعا على قضية استيفاء دول المجلس لمعايير التقارب الاقتصادي، ولكن معايير التقارب الاقتصادي تمثل الشروط اللازمة لكل دولة لكي تكون عضو في هذا الاتحاد، لكن المطلوب هو هل المنطقة كلها مستوفية لشروط قيام اتحاد نقدي؟ هذا يتطلب تحقيق معايير منطقة العملة المثلى وليس معايير التقارب الاقتصادي، وبالتالي هذا يعني نضع الفرس أمام العربة، وبالتالي هذا ليس مهم الآن. إذا هذه الدول لا تلبي منطقة التجارة منطقة العملة المثلى فإن معايير التقارب هذه تكون ثانوية. العامل النقطة الثانية المهمة أنه استيفاء المعايير التقارب الاقتصادي هو مرتبط بالواقع بتقلبات أسعار النفط، إذا كانت أسعار النفط مرتفعة فإن هذه الدول تصير ملبية لشرط العجز الميزانية والدين العام، ولذلك عندما تراجع أسعار النفط ممكن أن تكون غير ملبية، وهذا ناتج عن يعني تفاوت في 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 استجابة هذه أو استجابة اقتصادات هذه الدول هذه التغيرات، وليس نتيجة جهود
مبذولة فعلا لتحقيق هذه المعايير من جانب الدول. أن معظم المنافع، وهذه نقطة مهمة جدا، أن معظم المنافع التي يمكن تحقيقها من اتحاد النقدي قائم على عملة موحدة يمكن تحقيقها من اتحاد نقدي قائم على مثبت مشترك، وهو الوضع اللي كان قائم قبل 2007، في حين أن معظم تكاليف الاتحادات النقدية مرتبطة فقط بالاتحاد النقدي القائم على عملة موحدة، وبالتالي يجعلنا يعني حاجة إلى التفكير بالمشروع بعمق. ايضا نظريه منطقه العمله المثلى تستهدف انك توحد اسعار الصرف بين الدول المجموعه، ولكن تكون مرنه اسعار الصرف مع الدول خارج منطقه العمله، بحيث انه تكون تستخدم اسعار الصرف كاداه للتكيف. لكن بسبب ظروف اقتصاد الدول الخليج، فان العمله الموحده حتى في حاله وجودها سوف تكون مرتبطه بالدولار او سلة عملات، بمعنى انها لن تستخدم كاداه تكيف، وبالتالي الأهمية الأساسية لمنطقة العملة المثلى أو قيام عملة موحدة أنه تكون هلا أداة للتكيف مع الخارج، لكنها لن تستخدم وسوف تكون يعني مرتبطة بسلة عملات أو بالدولار باعتبار التذبذبات الحادة في تدفقات النقد الأجنبي إلى دول المجلس، وبالتالي هذا يحد من استخدامها كأداة تكيف الأسعار العملة، وبالتالي سوف تكون مرتبطة دائما بالدولار أو بسلة عملات. أيضا الارتباط المقترح للعملة بالدولار يعني أن 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 السياسات النقدية في دول الخليج سوف تكون مرتبطة بالظروف الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، طالما أن مربوط الدولار العملة بالدولار فإنها لن تكون أداة تكيف أسعار الصرف، لن يكون أداة أو أسعار الفائدة أداة تكيف داخل منطقة العملة الخليجية، ولكن سوف تكون مرتبطة بأسعار الفائدة التي يحددها الفدرالي الأمريكي، وبالتالي أيضا سوف تجعل يعني قدر محدود من إمكانية استخدام هذه السياسة النقدية لتحقيق التكيف. وفي إضافة إلى ذلك أن هناك قيود على الدول باستخدام السياسة المالية. إقدام بعض دول المجلس على توقيع اتفاقيات تجارة حرة منفردة أيضا يظهر يعني الصعوبة التي تجد هذه الدول في التنازل عن سيادتها في موضوع واضح أنه مفيد لدول المجلس، وما بالك في موضوع ليس هناك جدوى اقتصادية له، فيعني هذا سوف يجعل إمكانية إقدام المجلس فعلا على تبني عملة موحدة يعني أمر بعيد التحقيق. ايضا كون مثبته امام يعني كون عملات دول الخليج عملات صغيره مثبته اما امام الدولار او امام سله عملات كما هو الحال بالنسبه للدينار الكويتي يجعلها في موقف اقوى من الموقف اللي كان فيه الاوروبيين. الاوروبيين كان المارك الالماني والفرنك الفرنسي وغيرها هي دول سله عملات معومه لا يمكن ان تربط بمثبت مشترك، لكن دول الخليج باعتبار انها يعني عملات يجب أن وسوف تظل مرتبطة بطريقة ما إما بالدولار أو بسلة عملات، فإنه يعطيها فرصة أن تقيم اتحاد نقدي من خلال مثبت مشترك دون الحاجة إلى الدخول في كل هذه المتاهات من بنك مركزي ومن تحديد معايير اقتصادي ويجب أن تلتزم بها هذه الدول ومن ذلك. وجميع المكاسب المتحققة من الاتحاد النقدي من خلال مثبت مشترك هي نفس المكاسب اللي ممكن أن تجنيها من خلال العملة الموحدة، لكن دون هذه التكاليف الكبيرة اللي سوف تترتب على العملة الموحدة. دكتور تنت دقيقتين يا دكتور بس هناك فروق كبيرة بين خطوات ستار العملة الخليجية الموحدة وبين الخطوات السابقة. خطوات مثل الوحدة النقد السوق المشتركة والاتحاد الجمركي والمنطقة التجارة الحرة إذا لم تفيد فإنها لا تضر، لكن العملة الموحدة لا سوف تضر لأنها تضع قيود كبيرة على دول المجلس دون أن تحقق منها مكاسب، وبالتالي يجب أن يعاد النظر بالنسبة لمدى جدوى هذه الفكرة. أيضا ارتفاع حجم التبادل البيع التجاري البيني بين دول الاتحاد الأوروبي يجعل عندهم حافز لتخفيضات متبادلة في أسعار الصرف لدعم القدرة التنافسية، لكن تدني التبادل التجاري بين دول المجلس يجعل هذه الإمكانية غير موجودة، وبالتالي أيضا تقلل من أهمية قيام عملة موحدة. أيضا إذا كانت العوامل السياسية في الاتحاد الأوروبي كان لها دور كبير في قيام الاتحاد النقدي الأوروبي فإنها لا تكفي بالنسبة لدول الخليج، لأن العوامل الاقتصادية هناك كانت يعني تمثل منطقة الاتحاد الأوروبي تمثل منطقة عملة مثلى، لكن دول الخليج لا تمثل منطقة عملة أخرى، وبالتالي المكاسب الاقتصادية محدودة وقد تكون التكاليف كبيرة، بعيد أن الأسباب السياسية لا تكفي لإقامة مثل هذا الاتحاد. الخلاصة
أن أصدار دول مجلس التعاون الخليجي للعملة الموحدة خطوة غير مهمة ولا تؤثر كثيرا في مسيرة التكامل الخليجي، فالاتحاد النقدي بين دول المجلس لا يعني بالضرورة أصدارها عملة موحدة، ويمكن أن يقوم هذا الاتحاد بمجرد اتفاق دول المجلس على مثبت مشترك بأسعار صرف متعذر من تغييرها، وأن يكون مكفول لعملاتها الوطنية حرية التحويل والحركة والتداول دون قيود أو دون قيد أو شرط ودون تكاليف إضافية. أن خطوة إصدار عملة موحدة مختلفة جذريا عن الخطوات التكامل الاقتصادي السابق كما أشرت قبل قليل. أنها النقطة الثالثة، أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتمتع فعلا باتحاد نقدي قبل مايو 2007 عندما قررت الكويت ربط الدينار بسلة عملات، وبالتالي كل ما هو مطلوب أن تعود دول المجلس إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ذلك. الرابع، أن عدم اكتفاء دول المجلس بهذا الخيار العملي سهل التطبيق والأكثر مناسبة لواقعها الاقتصادي وتبنيها للخيار الأصعب الذي يتطلب التزامها بمعايير يتعذر التقيد بها مع تغير الظروف الاقتصادية، ويتسبب في إضعاف قدرة دول المجلس على إدارة اقتصاداتها بما يخدم مصالحها الحقيقية، أمر غير مبرر خاصة في ظل محدودية بل حتى غياب المنافع الاقتصادية من ذلك. أنه بدلا من هدر كل هذه الجهود لإصدار عملة موحدة في منطقة تفتقر لأدنى معايير منطقة العملة المثلى، فإن الأولى التركيز على استيفاء مراحل التكامل الاقتصادي الأدنى، منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والتي لا زالت تواجهها الكثير من العقبات التي تعيق تطبيقها بشكل فاعل وكفء، الأمر الذي سيخدم اقتصادات دول المجلس ويزيد من قوة ومتانة التكامل الاقتصادي باعتبارها أنها خطوات لا تمثل تكاليف إضافية على اقتصاداتها ومنافعها تنمو وتزداد بشكل مستمر مع مرور الوقت. أن عدم وضوح الرؤية حول مستقبل العملة الموحدة يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في دول المجلس، ويحد من قدرة السلطات النقدية والمالية في دول المجلس على إجراء إصلاحات قد تكون مطلوبة بإلحاح وضرورية يتم تأجيلها تحسباً لإصدار العملة الموحدة، ما ينعكس سلباً على كفاءة أداء السياسات الاقتصادية في دول المجلس. أشكر لكم حسن استماع. شكراً دكتور عبد الرحمن. الورقة الثالثة من تقديم أو من إعداد الدكتور أحمد الخليفي مدير عام إدارة الأبحاث والإحصاء بمؤسسة النقد العربي، والأستاذ علي بن مانع آل ريشان، سيقدمها الأخ علي، فليتفضل. استمعنا إلى وجهتي نظر، وسنستمع لوجهة النظر الثالثة، وبعدين سننتقل إلى أسعار الصرف، حيث هناك ورقتان عن أسعار الصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر الجهة المنظمة على الدعوة الكريمة، وأحب أن أنوه بأن الآراء المعروضة في ورقة العمل تمثل آراء المؤلفين وليست بالضرورة تعبر عن آراء مؤسسة النقد العربي السعودي. نظرا لضيق الوقت، فإن محاور الأرض تتكون من ثلاثة محاور: المحور الأول نبذة تاريخية للاتحاد النقد الخليجي، والمحور الثاني معيار التقارب الاقتصادي، والمحور الثالث الخطوات القادمة. نبذة تاريخية: بدأت فكرة تكوين الاتحاد النقدي مع بداية إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981، ونصت المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة العمل على تكوين العملة على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إنشاء العديد من اللجان، فكانت أول لجنة أنشأت لجنة محافظي مؤسسة النقد والبنوك المركزية، ويتبع لها عدد من اللجان: لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في نفس العام 1983، اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، ويتبع لها فريق الخزانة والإصدار والفريق القانوني. ولا نتطرق لهذه النقاط لأن الدكتور سالم قد تطرق إليها بالشرح والتفصيل. في ديسمبر عام 2000 ميلادي تم الموافقة على تبني الدولار الأمريكي كمثبت مشترك، وفي عام 2005 تم الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي، وستتطرق إليها لاحقا بشيء من التفصيل. في ديسمبر عام 2008 تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي لمجلس النقدي، وأهم سمات هذه الاتفاقية قيام الاتحاد النقدي، إنشاء المجلس النقدي، العملة الموحدة، إنشاء البنك المركزي، وأسس وقواعد التعاون بين دول المجلس. في مايو 2009 تم الاتفاق على مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض.
معايير التقارب. معايير التقارب اولا التضخم، ولتحقيق هذا المعيار يجب نقوم بحساب المتوسط المرجح بحجم الناتج المحلي معدل التضخم في دول الخليج واضافه نقطتين مئويتين الى ذلك، والهدف من ذلك ان تكون معدل التضخم متقاربه بين الدول الاعضاء، مما يساعد البنك المركزي بالقيام بسياسته النقديه. سعر الفائده، وسعر الفائده يعكس المخاطر في الاقتصاد، ولتحقيق هذا المعيار يجب ان يكون متوسط سعر الفائده لاقل ثلاث دول وإضافة نقطتين مئويتين إلى ذلك. بالنسبة لاحتياطات النقد الأجنبي، فيجب أن تغطي قيمة 4 أشهر من الواردات السلعية على الأقل، والهدف من ذلك لكي لا تضطر الدولة للاقتراض في حال عدم توفر نقد الأجنبي، ولكي لا ينشأ سوق سوداء للعملة في حالة عدم قدرة الدولة على الاقتراض وتوفير النقد الأجنبي. عجز الميزانية هو يمثل 3% كحد أعلى من الناتج المحلي، والهدف من ذلك أن لا يكون عجز الميزانية كبيرا ما يؤثر على سعر التضخم ويؤثر أيضا على الدين العام. الدين العام يجب أن يكون 60% من الناتج المحلي للحكومة العامة أو 70% من الناتج المحلي للحكومة المركزية، والهدف من ذلك أن لا يكون الدين العام كبيرا ما يؤثر على القدرة الإنفاقية للدولة، وأيضا يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة، ومستقبلا قد يؤدي الى حاجة الدولة المتأثرة الى دعم من الدول الاعضاء ما يشكل عبا على الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي. وهنا ترون معايير التقارب كما في عام 2007، ومن الملاحظ ان جميع دول الخليج تطبق معايير التقارب باستثناء دولتين، الامارات العربية فيما يخص معدل التضخم احتياط النقد الاجنبي، ودولة قطر فيما يخص معيار التضخم. وقد تجدر إشارة أن الفترة السابقة ربما تعتبر فترة استثنائية فيما يخص معيار التضخم نظرا للارتفاع الكبير في أسعار البترول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقسيم معايير التضخم إلى قسمين، معايير دخول ومعايير استمرار. معايير الدخول وهي معدل الفائدة والاحتياط النقد الأجنبي، والتي يجب أن تستوفيها الدول الأعضاء قبل الدخول في الاتحاد النقدي، وبعد الدخول فإن الالتزام بهذه المعايير تصبح من مهام السلطة النقدية أو البنك المركزي الخليجي. معايير استمرار التي يجب الوفاء بها عند الدخول واستمرار الوفاء بها بعد الدخول، وهي معيار التضخم ونسبة العجز السنوي ونسبة الدين العام. الخطوات القادمة، تم تقسيم الخطوات القادمة إلى 3 مراحل، قبل المرحلة الانتقالية والمرحلة الأخيرة وهي تمثل مرحلة طرح العملة. المرحلة الانتقالية هي إقامة المجلس النقدي والمزمع قيامه في عام 2009، وهناك عدة أهداف للمجلس النقدي، من ضمنها تجهيز البنى الأساسية لقيام الاتحاد النقدي، تعزيز التعاون بين البنوك المركزية، تنسيق وتهيئة السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، وغير ذلك من الأمور الأخرى. يجب أيضا توحيد المفاهيم الإحصائية النقدية والمصرفية وتقريب المفاهيم الإحصائية الاقتصادية. المقصود بتقريب المفاهيم الإحصائية الاقتصادية مثل الحسابات القومية، حساب الناتج القومي، حساب الاستهلاك، حساب الاستثمار. أما فيما يخص مفاهيم الإحصائية النقدية والمصرفية فقد تطرقنا واستعملنا عرض النقود كمثال، حيث قمنا بمحاولة مقارنة عرض النقود بين 3 دول، السعودية وقطر والإمارات. نجد أن السعودية وقطر تتفق في تعريف عرض النقود الضيق N1، بينما الإمارات تختلف معهم حيث أضافت الودائع النقدية ولم تحدد ماهيتها، هل هي الودائع تحت الطلب، هل يقع ضمنها الودائع الزمنية والادخارية. فيما يخص عرض النقود 2، فنجد أن السعودية تضيف الودائع الزمنية والادخارية، الإمارات تضيف الودائع شبه النقدية، بالنسبة لقطر فإنها تضيف الودائع لأجل العملات الأجنبية وشبه النقد، وليس لدى قطر عرض النقود الأوسع N3. فيما يخص عرض النقود 3، فإن السعودية تضيف الودائع الأخرى شبه النقدية، بينما دولة الإمارات تضيف الودائع الحكومية ولم يتم تحديد ماهيتها. فهذا على سبيل المثال، وأيضا هناك على سبيل المثال توحيد الإحصائيات فيما يخص معيار التضخم، معدلات التضخم. فيجب توحيد هذه المعايير لتكون متوافقة ومتقاربة، مما يساعد البنك المركزي على القيام بمهامه. الوفاء التام بمتطلبات معايير التقارب الاقتصادي قبل الدخول. وقد لاحظنا بأن الدولتين التي لم تستوفي هذه الشروط هي دولة الإمارات ودولة قطر، فيجب الاستيفاء بمعايير التقارب قبل الدخول وإنشاء وإقامة الاتحاد النقدي. المرحلة الثالثة، الاتفاق على قيمة محددة العملة الموحدة مقابل مثبت المشترك الدولار الأمريكي، وأيضا تثبيت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة، وأن تكون هذه
أسعار نهائية وغير قابلة للإلغاء. أما فيما يخص أو ما نسميه مثال وحدة الحساب فقد تطرقت إلى مثالين. المثال الأول أن تكون العملة الموحدة مساوية للريال السعودي أو 26 سنت، ويتم تعديل الدول الأعضاء عملات الدول الأعضاء بناء على ذلك. فيما يخص الدينار الكويتي والدينار البحريني والريال العماني فإن القيمة هنا تمثل عشر القيمة، ونجد أن معدلات التعديل الأقل من 3% فيما يخص دول الخليج باستثناء دولة الكويت والتي تعتبر استثناء، أي يجب التعديل بنسبة 22%. وبالإمكان أيضا اختيار الريال العماني والذي يعتبر أقل العملات، عشر الريال العماني الذي يعتبر أقل العملات ما يساوي 26 سنت، وأيضا تعديل العملات مقابله. ونجد أن نسبة التعديل لا تتجاوز 6% بالنسبة لجميع الدول، والاستثناء الوحيد أيضا دولة الكويت، يجب أن يكون التعديل بنسبة 24%. ومن الأهمية اختيار وحدة الحساب، وتم اختيار هذه الوحدة، هناك بلا شك طرق أخرى يمكن حساب وحدة الحساب لاحتسابها، ولكن تم اختيار هذه الطريقة أولا لسهولة المقارنة بين الأسعار، عدم التسبب في ارتباك الجمهور، وذلك نظرا لأن الريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي وعشر الدينار البحريني وعشر الريال العماني متقاربة بشكل كبير، فما مسهلة سهولة مقارنة الأسعار، عدم التسبب في ارتباك الجمهور، وأيضا تجنب ما يسمى النقود الزائفة أو ماني إليوجن. أيضا هذا اختيار هذه الوحدة سيؤدي إلى زيادة صادرات الدول الأعضاء للعالم الخارجي. وأيضا يجب الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها الأمنية. أيضا يجب التنسيق بين السياسات المالية في الدول الأعضاء بذلك بحيث أن تكون السياسات المالية متماشية ومتوافقة مع بعض. وأيضا يجب التنسيق على السياسات الاقتصادية الأخرى مثل السياسات التجارية على سبيل المثال فيما يخص مكافحة الاحتكار ومكافحة الغش، وأيضا التنسيق بين السياسات الصناعية. التأكد من جاهزية نظام المدفوعات وأن تكون متوافقة مع العملة الجديدة. صياغة نظام البنك المركزي الخليجي وأصدار نظام للنقد الخليجي، ويحتوي نظام النقد الخليجي على تحديد وحدة النقد الخليجي وفئاتها ومواصفاتها، تحديد أسعار صرفها مقابل المثبت المشترك ومقابل العملات المحلية، تحديد الجهة المخولة وأصدار العملة الموحدة والتي هي البنك المركزي الخليجي، تحديد الأحكام الخاصة بالتزييف، وأيضا منح صفة التداول للعملة الموحدة ومنحها القوة الإبرائية لتسديد كافة الديون والالتزامات. يأتي بعد ذلك المرحلة الانتقالية. في هذه المرحلة يجب إعلان العملة الموحدة وقيمتها وفئاتها وسعر صرفها للجمهور. يجب اعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد في جميع دول الخليج، ويجب أن تكون هذه الأنظمة صارمة ومتوافقة، وذلك لمنع التزييف في أي دولة من الدول الأعضاء. الاتفاق على قواعد التحكيم التي ينبغي اللجوء إليها في حالة النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، وقد يكون من المفيد مستقبلاً إنشاء محكمة لفض هذه النزاعات. تهيئة قطاع الأعمال والجمهور للتعامل بالعملة الخليجية الموحدة، وذلك من خلال حملة إعلامية ومن خلال تعريف الجمهور قطاع الأعمال بالعملة الجديدة وفئاتها وأسعار صرفها وعلامتها الأمنية وخلاف ذلك. يجب تسعير السلع أو ينبغي تسعير السلع والخدمات بالعملات المحلية والعملة الخليجية الموحدة، وذلك اللي يتعود عليها الجمهور. تغيير وتجهيز أجهزة الصرف الآلي، أجهزة عدوى فرس العملة، وأجهزة كشف التزييف التي تتوائم مع العملة الخليجية الموحدة. اعتماد التصاميم النهائية للعملة الخليجية الموحدة والبدء بطباعتها. قيام البنك المركزي الخليجي. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة طرح العملة. طرح العملة الخليجية الموحدة للتداول، وأيضا الاتفاق على مدة زمنية محددة لقبول تبديل العملات المحلية بعد إطلاق العملة المحلية الخليجية. شاكرا لكم حسن استماعكم. شكرا أستاذ علي. وننتقل لموضوع الآخر اللي هو أسعار الصرف، ويسعدنا أن يشارك معنا في هذا الموضوع من غرب العالم العربي وشرق العالم العربي. نبدأ بالدكتور زايري بالقاسم من جامعة وهران بالجزائر، فهو أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة وهران، فليتفضل. سيتحدث عن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، المخاطر والمكاسب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة يسرنا أن نشارك هذا الحفل
الذي تقيمه جمعية الاقتصاد السعودية، لأن تقريباً نفس المشاكل التي تعاني منها الضفة الأخرى، يعني اقتصاديات المغرب العربي تعاني منها اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي. موضوع هذه المداخلة هو إشكالية مطروحة لحد الآن، وهي ربما إشكالية يعني قديمة متجددة، ربما ظهرت في الآونة الأخيرة أكثر حدة بسبب العديد من العوامل، منها ما هي عوامل داخلية ومنها ما هي عوامل خارجية. بالنسبة للعوامل الداخلية، ربما المخاوف الأخيرة من تذبذبات التي يعرفها قيمة الدولار، والخوف من الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار والدخول في موجة من الركود، إضافة إلى عوامل أخرى، عوامل خارجية كأزمة الرهن العقاري، أثارت مشكلة فك ربط العملات أو عدم فك ربط العملات الخليجية بالدولار باعتباره مثبت مشترك لهذه العملات. من خلال اطلاعنا على مختلف الدراسات، سواء كانت دراسات متخصصة أو غير متخصصة من طرف ماليين اقتصاديين وحتى سياسيين وحتى ربما اندماج الصحافة في هذا الموضوع، صنفنا هذه الدراسات إلى ثلاث محاور أساسية، وهي يعني سميناها تيارات واتجاهات، لأنها لا تستند لحد الآن على أسس نظرية، وإنما في بعض الأحيان تعبر عن وجهات نظر وعن وجهات يعني عن مصالح قطرية ضيقة في آونة أخرى. إذن التيار الأول هو مؤيد لعملية فك الارتباط، ويرى ضرورة الإسراع بهذه العملية والاقتداء بالتجربة الكويتية. هناك تيار ثاني على نقيض التيار الأول، تيار معارض، ويرى أن العملية ليست سهلة ولكن جد معقد، وسنرى حجج كل تيار على حدة ربما في يعني بعد قليل. أما التيار الوسط فهو يقف يعني موقف تحكيمي بين الطرفين، التيار المعارض والتيار المؤيد، ويرى أن المشكلة ليست في فك أو عدم فك، وإنما المشكلة تكمن في هشاشة الهيكل المؤسسي لاقتصاديات المجلس التعاون، مما يستدعي تنسيق سياسات النقدية، وكان زملائي قبل قليل تحدثوا على هذا الموضوع. وبالتالي من خلال اطلاعنا على التيارات الثلاث أو الاتجاهات، نجد أن محور النقاش يدور حول سؤال جوهري وأساسي، هو ما مدى ملائمة وفعالية نظام ربط أسعار الصرف المعمول بها حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي؟ ما هي مكاسب وما هي مخاطر هذا الفك؟ وما هي إيجابيات وما هي سلبيات فك الارتباط بالدولار؟ هذا السؤال الأساسي ربما يتفرع عنه ثلاث أسئلة أساسية من خلال اطلاعنا على مختلف الدراسات، سواء كان دراسات سابقة أو دراسات حتى الدراسات الحالية. ما هي مبررات هذا الفك وخاصة المبررات الاقتصادية؟ ما هي الأثار المتوقعة من فك هذا الارتباط؟ وما هي البدائل المطروحة خلاف الدولار؟ وبالتالي من خلال هذه الأسئلة الأساسية حاولنا أن نهيكل موضوع النقاش إلى أربعة عناصر أساسية. قبل الحديث عن فك، يجب أن نناقش النظام سعر الصرف المعمول به حالياً على مستوى اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي. ما هو أثر الانخفاض الحالي والتذبذب المستمر لقيمة الدولار مقارنة مع العملات الأساسية الأخرى كاليورو على اقتصاديات المنطقة؟ هل فك الارتباط سيكون لصالح أو لغير صالح دول المنطقة؟ ثم في الأخير سوف نعطي بعض الاستنتاجات التحكيمية، سميناها تحكيمية، وتقديم بعض الاقتراحات. مباشرة ندخل في صلب الموضوع. بالنسبة لنظم سعر الصرف في دول مجلس التعاون، لحد الآن هناك العديد من الدراسات حول مزايا وعيوب أنظمة الصرف، ولكن المشكلة يعني وكنا تحدثنا في العديد من المقالات حول هذه الإشكالية، ليس هناك إجماع بين المتخصصين حول أولويات نظام الصرف عن آخر. هل نظام الصرف تثبيت أم نظام الصرف المعوم أم نظام صرف يعني وسط إلى آخره؟ ليس هناك إجماع لحد الآن. وعموما يعتمد نظام صرف الصرف على مجموعة من الأهداف. نرى في الأخير أن سعر الصرف هو دالة لمتغيرات كمية وكيفية متداخلة ومتشابكة، لا يمكن الجزم بأهمية عنصر عن آخر. نحن نعلم أن دول اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي اعتمدت منذ سنين ما يسمى سياسة نقدية قائمة على تثبيت صارم لسعر الصرف بعملة تتسف نسبياً بسياساتها النقدية بنوع من الاستقرار، وشرعت هذه الدول في اعتماد ما يسمى نظام صرف يعني مثبت مشترك وهو الدولار،
وكان الهدف من وراء هذه السياسة أو وراء سياسة الربط بالدولار باعتبار أن الدولار لضمان نوع من الاستقرار الخارجي وتثبيت سعر الصرف، باعتبار أن الدولار هو أهم عملة يتم تصعير المواد الأساسية المصدرة من طرف هذه الدول وهي المواد الأولية. كذلك ترى هذه الدول أن سياسة التثبيت وربط العملات بالدولار ممكن أن يحدث ما نسميه في الاقتصاد أو التمويل الدولي سياسة الموائمة أو المطابقة بين الإيرادات وبين العملات المحلية لهذه الدول. وعادة هناك مجموعة من الأهداف كانت البنوك المركزية، يعني البنوك المركزية الخليجية تهدف إلى تحقيقها من وراء ربط العملات الخليجية بالدولار. لا داعي للدخول في هذه التفاصيل، فقد يعني أشار إليها زملائي. الجدول هذا يبين بصفة يعني نوعا ما مختصرة نظام الصرف المعمول به حاليا في الدول الاقتصاديات الخليج العربي. ترون الإشارة المبينة بالنجمة هي تقريبا الممارسات التي تميز أنظمة الصرف المعمول بها حاليا في المنطقة. نرى مثلا الدولار يعني تثبيت بالدولار الأمريكي إضافة إلى المميزات الأخرى، بينما العلامة الموجودة بالإشارة هي سلوكات أو ممارسات لا تميز أو ليست من خصائص أنظمة الصرف على مستوى المنطقة. عادة من خلال يعني بعض الاطلاعات أو القراءات الأولية حول الدراسات، ما هو موجود من دراسات حول هذا الموضوع، نجد أن التثبيت في سنوات سابقة أو أحياناً ما يسمى بالربط أعان أو ساعد اقتصاديات دول التعاون من استيراد السياسة النقدية لأمريكا المستقرة نسبياً فترة من الزمن. لكن مع تغير الظروف والتذبذب الذي يحدث من آونة إلى أخرى على مستوى قيمة الدولار، أثار موجة أو ضجة بفائدة وأهمية البقاء على الربط بقيمة الدولار. الجدول الحالي يبين مجموع الإيرادات الحكومية في موازنات دول وهي مقومة بالدولار، ويبين أهمية الدولار ضمن إيرادات الحكومة. هناك العديد من الأسباب التي أثارت إلى هذه الضجة، من بينها تعرض أسعار النفط للعديد من التذبذبات، التصعير بالدولار باعتباره عملة أساسية في حالة ما إذا لم تتدخل الحكومة الأمريكية لوقف تدهور الدولار. ربما هناك من يرى أن السياسة متعمدة، الهدف أو تهدف إلى ربما إعادة التوازن إلى الميزان التجاري للولايات المتحدة. ربما الاستثناء الوحيد من هذه العملية ما قامت به الكويت يعني في مؤخرا في 20 مايو 2007 من فك ارتباط عملاتها بالدولار وربطها بسلة من العملات. هناك مجموعة من الإجراءات تحتم على الكويت عندما تتبنى سلة من العملات أن تقوم بها كقيام البنك المركزي باختيار عملات مجموعة من الدول تشكل يعني أساس هذه السلة. الاختيار أساساً يكون اختيار مرجح على أساس حجم التجارة، صادرات وواردات مع الدول المكونة لهذه السلة، وبمرور الوقت ممكن أن تتغير يعني هذه السلة مع تغير كثافة التجارة التي تكون سلة المعمول بها. الشكل الحالي يبين نظام صرف الدينار الكويتي قبل اعتماد سلة من العملات. سعر الصرف الأساسي أو الأساسي كان يعني يظهر من خلال يعني الخط الأحمر، ولكن لا يسمح يعني بالانخفاض والارتفاع إلا ما بين مستوى زائد 3.5 وناقص 3. فهناك مجموعة من التبريرات سوف نناقشها يعني استندت عليها الكويت في تبني نظام سلة أو العودة إلى نظام سلة العملات. الآن ندخل في النقطة الثانية مباشرة وهي مهمة جدا، أثر انخفاض الدولار على اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي. هناك بعض المميزات لقيمة الدولار لعملة الدولار، فهو يعتبر عملة الاحتياطات الدولية يعني تقريبا أسبق من اليورو بحوالي ثلثي احتياطات النقد الأجنبية والأوراق المالية. 80% من المعاملات أو مبادلات الصرف سعر الصرف الأجنبي تتم عن طريق الدولار. 50% من تسويات المعاملات التجارية من صادرات العالم تدفع قيمتها أو تسعر عن طريق الدولار. الخزانة الأمريكية تقريبا هي الأكبر على مستوى العالم من حيث حجم إصدار السندات. ولكن بالرغم من هذه المكانة إلا أن الدولار يسجل من حين إلى آخر انخفاض منذ عام 2002 تجاه العملات الأساسية. الجدول الموالي يبين هذا الانخفاض مقارنة مع اليورو وخاصة ابتداء من سنة 2002. لو سمحت حاول تختصر يعني شوي.
يعني تعديت الآن العشر دقائق انتهت. خلاص. هناك الأسباب عديدة إلى يعني تراجع إلى الدولار، وهناك أسباب اقتصادية وأسباب سياسية، ولكن الإشكالية الحقيقية ما هو تأثير هذا الانخفاض على في سعر الدولار على اقتصاديات الدول الخليجي. ربما قسمنا هذا التأثير، وسوف نعود ربما في النقاش إلى مجموعة من التأثيرات. أولا سيكون التأثير واضح على أسعار سعر الصرف، يكون التأثير واضح كذلك على معدلات التضخم أو التضخم المستورد. هناك مجموعتين من الدول يعني تميزها يعني هذه الخاصية. الجدول الموالي يبين نسب التضخم. كذلك هناك نوعين من التضخم على مستوى المنطقة، تضخم محلي وتضخم مستورد أو خارجي، ولكل نوع أسبابه الأساسية. التأثير الثالث يكون على القيمة الحقيقية للاحتياطات النقدية كما يحدث الآن بالنسبة للجزائر. يعني السنة الماضية تقريبا حدث هناك تآكل أو استنزاف من القيمة الإجمالية لاحتياطات الصرف بحوالي قدرناها بحوالي 30 مليار دولار نتيجة الانخفاض يعني الواضح للدولار. قال لأن في إشكالية، نحن نشتري بالدولار، العفو نشتري باليورو ونبيع بالدولار، وحدث هناك تآكل أو استنزاف، ونفس الشيء يحدث بالنسبة لدول التأثير الرابع هو ربما على مستوى التجارة الخارجية على الواردات، والتأثير يظهر على الاستهلاك على السلع النهائية وتأثير على المواد الأولية. إلا أن الإشكالية الأساسية هي في كيفية إدارة أسعار الصرف. التأثير الآخر سوف ربما يكون على مستوى الصادرات، ونعتقد أن ربما سوف تستفيد دول مجلس التعاون من هذا الانخفاض ربما لإنعاش بعض الصناعات الناشئة على مستوى المنطقة. النقطة الثالثة والأخيرة، هل يكون فك الارتباط بالدولار في صالح الدول أم لا؟ أعتقد أن هناك مجموعة من الدراسات، سوف نقوم في الأخير تحكيم هذه الدراسات، هناك مجموعة من الدراسات، منها من يتبنى عملية الفك ومنها من يتبنى عملية عدم الفك. هناك دراسات عديدة ربما لا داعي إلى الدخول في هذا النقاش. هناك من يرى ضرورة يعني اعتماد سلة من العملات يكون فيها وزن الدولار أحسن. هناك من يرى اعتماد حقوق السحب الخاصة. هناك من يرى يعني ضرورة اعتماد نوع من المرونة أو أسعار مرنة. مؤخرا بالامس يصرح الاقتصادي بول كروغمان انه من احسن بالنسبه للاقتصاديات دول ان تتبنى سله من العملات بدل الاعتماد على مثبت واحد. وهو هناك كذلك اقتراحات صندوق الاخيره يعني صندوق النقد الدولي بضروره تبني من اجل يعني تبني حقوق السحب الخاصه، لانها ربما تساعد على عزل هذه الاقتصاديات عن التقلبات والصدمات الخارجيه. ربما حالة الكويت، هناك دراسات قطعية حول هذه الحالة، هناك من يبرر بضرورة تبني وهناك من يعارض هذه الفكرة. هناك كذلك دراسة أخيرة قام بها بفرانكل يرى ضرورة اعتماد ما يسمى بربط السعر التصديري يتناسب مع ارتفاع وانخفاض في أسعار. هناك مجموعة كثيرة من الدراسات القياسية ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى. الخاتمة والتوصيات، إذا انطلاقا من هذه الدراسات العديدة والمتنوعة وربما في الآونة الأخيرة كانت أكثر يعني ثراء، نرى أولا ضرورة وجود حرية ومرونة أكبر في اختيار نظم وترتيبات سعر الصرف بالنسبة للاقتصاديات. ربما تكون نرى سلة عملات أفضل لمعظم دول مجلس التعاون. هناك تبرير نظري يعني استناد نظري لهذا يعني هذا الاختيار. تعزيز استقلالية البنوك المركزية من خلال العديد من الإصلاحات المؤسساتية، ربما أشاطر زملائي في هذه النقطة بالذات. تكامل نظم الدفع وتوسيع رقعة اليورو، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي الآن يطرح منطقة تبادل حر يعني موسعة لدول الخليج بعدما يعني وقع هذه الاتفاقيات مع بعض دول يعني الحوض البحر الأبيض المتوسط. إعطاء أولوية إلى تطوير الأسواق المالية. ضرورة توجيه جزء من النفقات المالية الحكومية المخصصة لمشاريع البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية نحو رفع مستوى إنتاجية المواطنين مع تخفيف اختناقات العرض. أفضل طريق لمحاربة التضخم وخاصة التضخم المستورد والمرونة في أسواق السلع والعمل، إلى جانب توسيع الطاقة الاستيعاب وهي مشكلة حقيقية ربما نفس الشيء نعاني منه في دول المغرب العربي. إضافة إلى إصلاح المالية العامة من الأولويات، نراها أنها من أولويات الأساسية وخاصة مع اقتراب دخول مرحلة الاتحاد النقدي. تشجيع التنوع الاقتصادي عن طريق تأييد دور قطاع خاص ديناميكي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية. ربما سوف نعود في تفصيل أكثر في المناقشة إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا.
المتحدث الآخر هو ورقة مقدمة من مركز دبي العالمي DIFC من الدكتور فايبو أسكشفيراني والأستاذ فهد عبد العزيز محمد علي. الدكتور أسكشفيراني سيقدم الورقة. ويلكم دكتور. Dr. Nestor, thank you very much. Thank you for the invitation to speak at this distinguished conference. I will be touching upon aspects that in the monetary union are related to the institutional setup of the Gulf Central Bank. Sorry, I will be speaking in English. I'm not fluent enough in Arabic to deliver a talk in your language. I hope that this will not impair my ability to explain my main points. The first thing I want to stress is that in reality, the GCC countries have been in a monetary union, de facto, because for decades now, they have, all their currencies have been pegged, sometimes formally, sometimes informally, to the US dollar. And if we trace back to the history of this region, we see that until the 60s, the Indian rupee was widely used here. And so the single currency for trades and transactions in general has been a distinctive feature of this geographical area. Now, why do we need a single currency? Well, the point is that we need to move from a monetary union in which monetary policy is constrained by the decisions of the Federal Reserves, which obviously focuses on American domestic priorities, into a monetary union where the GCC country can regain a degree of monetary policy independence and adjust their policy to their own needs. In other words, to counter the business cycle fluctuation, to fight inflation if necessary, and in general, to stabilize and smooth the economic process in this area as a whole. I won't be spending much time on the convergence criteria. My the distinguished colleagues who have preceded me have gone into details. I am pretty much in agreement with their conclusions. I just want to point out two elements. The first element is that these convergence criteria have been drawn from the European experience. Now, in some cases they are relevant for this area, in other cases, in my view, are less relevant. You see, in Europe, in order to achieve a single currency, there was a painful process of convergence because countries like Germany and Italy, Belgium and Portugal had different kind of economies, were at a different stage of the stabilization process. So it took several years of drastic economic policy choices to achieve this convergence. Here, the situation is actually already much more conducive to
a monetary union. Again, because monetary union has been de facto here. So there isn't a need to reduce the fiscal deficit or the fiscal debt drastically. The interest rate more or less have been at the same rate, at the same level for years, and so on and so forth. I can go even further and say that if I compare the experience of the European Monetary Union with the experience of the Gulf Monetary Union, it's almost specular. In Europe, the countries needed a single currency to complete a single market. In other words, there were already free trade, that had been free trade for years, and a monetary union was needed to avoid the beggar thy neighbor kind of policy or the competitive devaluation that had taken place during the 70s and the 80s. Here in the GCC, it's exactly the opposite. The monetary stability and a quasi-monetary union has been in place. Now, the challenge is to use this stability, this achievement, to foster a more integrated market for goods and for financial transactions. In other words, to make this area more relevant in the global economy and more integrated from the economic point of view. I will skip, as I said, the convergence criteria. Just want to point out at this summary table, which agrees, as I said, with what previous speakers have underscored. Essentially, the convergence is pretty much achieved. These are data end 2007, beginning 2008. Now, even on the inflation criterion, on which two countries, namely Qatar and UAE, were not compliant, I would say that convergence has been pretty much achieved. It remains only the issue of Kuwait and its exchange rate, but for all practical purposes, I don't think it's a stumbling block. But, so what do we need to move from this quasi-monetary union that has prevailed for decades into a single currency and a complete monetary union? Essentially, we need an institution and rules that establish how decision will be taken. Because until now, the decisions have been taken in Washington. And the central banks here have been forced to follow, more or less, immediately or after a little time. Now, if we regain monetary independence, how do we set it? The interest rates, and how do we set other important elements of monetary policy? So we have made at the DFC a series of proposals, but these are not so much, I would say, very well distinct policy choices. They are a sort of menu of the various possibilities that can be envisaged and on which a negotiation can take place. Because you see, the location of the central bank is certainly an important element, but it's more important the institutional framework. So all these aspects should be decided in one step. Because if you follow a staggered decision process, at some point there will be a block. It's better to tackle the problems in their entirety and then, move forward to
the launch of the single currency. Here I give, as a background, the examples of the US Fed and the ECB. The US Fed has a strong board in Washington with a president and six governors. It's located in DC and has 12 regional Fed governors who join in the open market committee where the decision on the interest rate is taken. Not every member of this committee votes. The governors and the president have always, you know, have vote every time. So does the president of Chicago and New York Fed. The others rotate, three at a time have voting rights. The president, however, has also in his own, can decide without consulting anybody to change the interest rate by 50 basis points. It's a decision that can be overruled later by the other, by the full committee. But this power, in my view, is very important. Also, the president is appointed by the US president, and it's confirmed by a parliamentary hearing. The US Fed also has banking supervision, not complete banking supervision power, but substantial banking supervision powers. The central bank, the European Central Bank, which can serve as a model for the Gulf Central Bank, is formed by an executive board, five members plus the president, which sits in Frankfurt at the headquarters, and is joined by the governors of the other national central bank in what is called the Governing Council. They decide with one man, one vote rule, so a country like Malta has the same voting power as Germany. The president cannot decide autonomously to change the interest rate, but he can call a meeting of an emergency meeting of the Governing Council whenever he feels it's necessary, and therefore propose a change in the interest rate or in any other aspect of monetary policy. Dr. Fabio, I would appreciate if you can conclude in 2 minutes. Sorry? I would appreciate if you can conclude in two minutes. So what are the options for the Gulf Central Bank? One can have a very simple structure with a council of governors. So each central bank governor is a member of this council, and the decisions are taken by majority rule. There isn't even a necessity to have a full-fledged central bank. The president, which can be appointed among these governors or can be another person appointed by the heads of state, can run a secretariat which will be in charge of making information flow, will give the background analysis to each member, and in general serve as, you know, the point of contact and the point of information. This would be a very simple arrangement, doesn't require a lot of institutional setup. The option two is obviously a fully fledged central bank. There you can have an executive board with a president appointed by the heads of state of the GCC countries. You can decide on the capital, 1 billion, probably more, given what's going on, would be required. And this executive board can be joined in the decision-making process by the governors of the national central banks. Ideally, one can add also some outside members,
who might or might not have a voting right, or occasionally this body can ask external experts to brief them on specific issue that might be of relevance. Also, the minutes, it's important that the minutes of this decision-making body be made public under Chatham House rules. In other words, they would report what kind of opinion has been expressed, but they would not reveal who has expressed this opinion in order to allow a more frank debate. The other thing is the voting rights. Now, in the Fed and the ECB, it's a one man, one vote principle. This is one option. The other option is to give weights to each, for example, representative of, to each governor of National Central Bank, a weight that can be established, like, for example, in the IMF, based on GDP, population, size of financial markets, size of export, and so on and so forth. And then the board members need to have a certain percentage of the voting rights, for example, 20%, in order to make it a relevant body. The present could have a casting vote. So what I'm trying to say here is that the institutional arrangement can span several dimensions, and this needs to be, this where to go, in which direction to go, needs to be negotiated, I would say, in a one step, because it will be the single most important element in the years to come, and hopefully in the centuries to come, of the Gulf Monetary Union. Thank you, Doctor. We have to stop that. Okay. I've said what I needed then. Okay, thanks, Alan. Thank you very much. كنت اسعى لوقت اطول للنقاش ولكن يبدو اني فشلت في تحديد الوقت الكافي. سناخذ يمكن 15 دقيقة ماكسيمم يعني بحد اقصى للنقاش، وسأبدأ بقاعة السيدات حيث بدأنا المرة الماضية بهذه القاعة، فإذا كان في أسئلة من الأخوات فليبدأوا الآن. السلام عليكم. هل من سؤال من قاعة السيدات ولا ننتقل للقاعة هنا؟ مش مسموع الصوت. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتورة سلوى عبد المنعم مع حضرتك. بالنسبة للأوراق اللي اتكلمت عن اتحاد النقد الخليجي، يعني أوراق ممتازة الحقيقة، بس بالنسبة للتكاليف والمنافع، يعني واضح إنه دول مجلس التعاون مقتنعة إنه التكاليف ما زالت هي الأكثر، وبالتالي يعني لم يتم الاتحاد النقدي. امتى الفترة الزمنية اللي ممكن تقتنع انه المنافع بتاعة الاتحاد النقدي اكبر من التكاليف؟ شكرا لحضرتك. شكرا. اي سؤال من هنا؟ الدكتور احمد. في الوسط هذا اللي عندك. مساء الخير، أحمد اليوشع من البحرين. أنا شاكر لكم الأخوة دعواتكم لنا. طبعاً عندي ملاحظتين حقة حول الندوة أو أنا سأخذ الأسئلة. نعم. أخذ كل الأسئلة وبعدين أسوي راوند للجميع. بالنسبة لسياسات أسعار صرف دول مجلس التعاون، تتميز هذه المنطقة سياسات بمصداقية عالية جداً لسببين رئيسيين مرت بها هذه السياسة. أول سبب، أو خلينا نقول اختبارين رئيسيين. الاختبار الأول هو جاء نتيجة الحرب العراقية الإيرانية
وما طرأ على المنطقة من تراجع كبير في أدائها الاقتصادي واستنزاف كبير لاحتياطياته، ومع ذلك واستمرار هذه الحرب لسنوات طويلة، ومع ذلك أصرت دول مجلس التعاون بل أبقت على هذه السياسة رغم كل الظروف، السياسة سعر صرفها بشكلها السابق والحالي. والاختبار الثاني وكان الأصعب حقيقة يمكن يقال لم يحصل في تاريخ البشرية، وهو عندما تم غزو الكويت وإنهاء دولة عضو في دول مجلس التعاون، ولكن أصر جميع الدول أن تبقى على العملة الكويتية وأن تدافع عنها، الجميع أن يدافع عنها وأن يدافع على عملاته ويحافظ عليها كما هي. وهذا حقيقة الاختبارين الصعبين أكسبوا سياسات سعر صرف دول مجلس التعاون مصداقية عالية جدا جدا. لذلك دول مجلس سياسة سعر الصرف الحالية لها مصداقية عالية، بل مصداقية التزام دول مجلس التعاون بسياسات سعر الصرف يمنحها إن شاءت يوم من الأيام أن تتحول لخيار آخر لسبب بسيط، وأن سبب بسيط لأن تاريخ هذه الدول تاريخ يمتلك مصداقية، فعندما تعلن سياسة سعر صرف معينة تلتزم بها، والتاريخ شاهد على ذلك. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية دكتور ملاحظة الثانية الله يحفظك ما يتعلق بتكلفة ومنافع الربط. حبذا يعني طلعنا على بعض الدراسات، ولكن حبذا لو نرى دراسات، وإذا يمكن أنت دكتور زايري يعني تساعدنا في هذا الجانب، تناولت تأثيرها على النمو موازنة الدولة والتضخم على سبيل المثال. كما أنا أدعو صراحة من هذا المنبر الأخوان في 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 يعني التجمع الخليجي هذا أن نقوم بدراسات في حول هذا الموضوع وندرس هل فعلا نحن في حاجة إلى بديل أم نستمر. شكرا. شكرا جزيلا. أستاذ دكتور هشام حمد جامعة البحرين. والحقيقة عندي سؤال لدكتور سالم، وحضرتك قلت ان المشاركه او النظام الاتحاد النقدي سوف يؤدي الى منفعه من خلال المشاركه في السياسه الاقتصاديه ومنها السياسه النقديه. الحقيقه انا عندي حساسيه من السياسه النقديه في دول الخليج، لان السياسه النقديه في دول الخليج بتتعمل في امريكا، واحنا بناخدها كمرايه في دول الخليج باعتبار احنا في ارتباط لمعظم دول الخليج ما عدا الكويت، او كل دول الخليج ما عدا الكويت بالدينار او الدولار الامريكي سوري. فبالتالي السياسه النقديه كلها جايه من امريكا، احنا بس بنلعب في السياسه الماليه. السياسه الماليه شقين، الضرائب والانفاق الحكومي. يكاد يكون الانفاق الحكومي في دول الخليج كله متوحد، يكاد يكون، فهي بس الضريبه، واذا كنت برضه في تشابه كبير بينها. فبالتالي المشاركه او كانها منفعه في السياسه الاقتصاديه ضعيفه جدا في هذا الجانب. بالنسبه للدكتور زايري، انا حضرتك عرضت دراسات كثيره جدا جدا، ولكني وقد اكون مخطئ، لم استشف مساهمه الباحث هل هو مؤيد ولا معارض الا في اخر سلايد اللي انت كتبت التوصيات. فبالتالي السلايد الاخير بتعمل توصيات بتقول انت مؤيد او لدراسه نظم اخيره او نظم متعدده للصرف. بناء على ايه في الورقه انا ما قدرتش يعني اوصل ليها يعني. اخر نقطه بس، انا مؤيد جدا لورقه الدكتور عبد الرحمن، ورقه جيده جدا رائعه فعلا بكل جوانبها المختلفه. شكرا جزيلا. شكرا. السؤال الاخير دكتور يوسف. في الوسط الوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور يوسف الزامل، والحقيقة بس يمكن نقاط رئيسية سريعة بالنسبة باختصار لأن مجلس نعم التعاون الخليجي لا شك أنه حقق خطوات كبيرة في الماضي، ولكن أعتقد أنه فيه بالنسبة للاتحادات اللي قائمة في العالم فيه تجارب أيضا ربما لو تحتذى في بعض الجوانب اللي ما بعد اتخذ فيها خطوات. مثلا اختيار عاصمة مستقبلية مثل ما عملت ماليزيا في أنها تضع لها عاصمة بعيدة عن كوالالمبور، كذلك مثلا بالنسبة لواشنطن دي سي وغيرها من البلدان، بحيث أنها تكون مجمع لي أو مركز تكون قريبا من مدينة رئيسية أحد المدن الخليجية، ولكنها مستقلة ولها الطابع الخليجي، يكون فيها مثلا وحدة للبرلمان مشتركة للبرلمانات الدول الخليج، يحصل لهم فرصة للتشاور، يكون فيها مثلا مركز دراسات استراتيجية، وهذا المركز وصلت الفكرة قوي. دكتور نعم أقول وصلت الفكرة
العاصمة الاتحادية لما يكون في اتحاد. نعم لا أنا قصدي أنه حتى يكون فيها مشاريع مشتركة لشركات، هذه الشركات تكون يعني مشتركة بين دول الخليج، لأنه حتى الآن في تضارب إلى اليوم بين صناعات البتروكيميكلز وهي أكبر صناعات في الخليج، ومع ذلك في تنافس الحقيقة غير طبيعي وغير مخطط له. شكرا. السلام عليكم. شكرا. طيب لسه بس باختصار الله يرضى عليك. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عوض بن عوض عصب من جامعة حضرموت اليمن. صراحة عجبت كثيرا ب بحث اللي مقدم من قبل الأخ عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن، وكان هو إجابة على العديد من التساؤلات التي طرحها الدكتور سالم بن ناصر حول المنافع والمكاسب. فأي استفسارات ممكن جاوب عليها في بحث الدكتور عبد الرحمن، لكن بالمقابل أحط سؤال: كيفية يتم عملية قياس توحيد المداخيل يعني تأثير الأساس النقدي أو توحيد العملة على المداخيل الفردية والتجار؟ بمعنى أنه لما بوحد عملة، ولنا تجربة في اليمن بعام 1990، لما بوحد عملة ألاقي مثلاً موظف 10 سنوات في دولة معينة مدخراته براتب معين يطلع 10,000 مثلاً أو 5,000 دولار، لكن موظف آخر في دولة أخرى ضمن هذا التكامل له 10 سنوات مدخراته 20,000 دولار، فكيف أنا أوحد في ظل أنه هذا استنزف جهده خلال 20 سنة ب5,000 دولار، وهذا استنزف جهده خلال فترة زمن، فما أعرف كيف ممكن تقاس هذه العملية على المداخيل الفردية ومداخيل التجار برضو. نشاط تجاري لتاجر معين خلال 5 سنين عمل له رأس مال 200 مليون في دولة معينة، وتاجر آخر خلال 5 سنين يدوب عمل له 10 مليون، فكيف أنا أوحد هذا أو أوحد هذا في ظل هذا النظام الموحد للعملة الخليجية؟ شكرا جزيلا. شكرا. معليش سأعطي دقيقة أو لكل من الدكتور عبد الرحمن والدكتور زايري والدكتور سالم. دكتور عبد الرحمن أوكي ممتاز. الدكتور زايري في أي إضافة سريعة؟ بس تعقيبا على تدخل زميلي، يعني بالنسبه هناك صعب يعني لاختيار يعني نظام صرف، حتى ان المتخصصين يتحدثون عن معضلات اسعار الصرف او صعوبه خيار الصرف. اؤكد للزميل ان حاليا الان في يعني نقوم بدراسه يعني قياسيه حول سياسه ربط سله من سياسه الربط بسله من العملات مرجحه ذاتيا. أخذنا مجموعة من المعايير، معيار التجارة، معيار النواتج، ومعيار التضخم. الآن في دراسة يعني ربما يعني. أوكي شكرا جزيلا. دكتور سالم. الآن هناك أسئلة عديدة تتمحور حول موضوع واحد وهو التكاليف والمنافع. طبعا نتفق جميعا. بأن ال. قرب هنا دكتور. قرب هنا شوي. قرب هنا. نتفق طبعا التكاليف، ما احد ذكر ان التكاليف اكثر من المنافع، حتى الدكتور عبد الرحمن السلطان اعتقد ان الدكتور لديه وجهه نظر جوهريه حول جدوى المشروع in principle، يعني ويعتقد انه ليس هناك جدوى من اتحاد نقدي. يعني نحن نعلم ان الاتحاد النقدي ليس مشروعا اقتصاديا فقط، هو مشروع سياسي اقتصادي، إضافة إلى ذلك فهو مطلب شعبي. يعني نحن جميعا مواطنين في دول المجلس ننظر نظرة دائما حالمة لهذه العملة، وبالتالي عندما نصل إلى أن هذا هو شكل المشروع، أنا أعتقد النظر إلى التكاليف المالية والمنافع المالية سيشكل اختزال للمشروع. أعتقد أن هناك يعني في موضوع الاتحاد النقدي صراع أزلي وقائم بين النظرية والتطبيق. أنا أعتقد أن الرؤى اللي ظهرت اليوم سواء في الستيج أو على مستوى التساؤلات تجسد هذا الخلاف. أيضاً هناك من بعض التساؤلات الدكتور هاشم الدكتور عاطف، أنا أعتقد أنها أيضاً نظرة قامت على افتراض بأن دول المجلس ستبقى كما هي عليه، وهذا غير صحيح حقيقة بالمعايير الاستراتيجية. من يستطيع أن يجزم الآن
بأن قطر أو الكويت أو المملكة ستكون مرتبطة بالدولار في عام 2030. الاتحاد النقدي ما وضع لعام 2010 أو 2015، الاتحاد النقدي والعمل الخليجي وضع إلى 2200 البعد الاستراتيجي. فالافتراض بأن دول المجلس كاقتصادات ناشئة وإميرجينج ماركتس بأنها ستبقى كما هي عليه، أنا أعتقد أن هذا اختزال غير منطقي لقياس التكاليف والمنافع للاتحاد النقدي. شكرا دكتور. شكرا لكم جميعا، ونأسف لعدم أخذ جميع الأسئلة. ويبدو الدكتور وظاهر في جلسة مهمة عن الأزمة المالية برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري، ستبدأ بالضبط الساعة 1، فعندكم تقريبا 10 دقائق بالكثير. شكرا جزيلا. نعم نسد الدروع والبقية يروحون يأخذون إجازتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الجلسة الثالثة في هذه الندوة وهي عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. لدينا ثلاثة متحدثين، ولهم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، عميد معهد الملك عبد الله البحوث والدراسات، وهو طبعا في جامعة الملك سعود، وهو زميل لنا في قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد. ولدينا الدكتور خالد بن نهار الرويس، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي أيضا من جامعة الملك سعود. ولدينا الدكتور حنظل عبد الباقي من قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال من جامعة البحرين. طبعا الجلسة ساعة ونص، أعمل أن يكون في وقت كافي للأسئلة والمناقشة. فأعتقد المتحدثين يعني لكل واحد منهم 20 دقيقة، ثم بعد ذلك نبدأ الأسئلة والمناقشة. نبتدي بالدكتور حمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا معالي رئيس الجلسة. أنا سأتحدث عن الآثار الاقتصادية المتوقعة للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون. وطبعا كلنا نعرف أنه في سبتمبر 2008 فوجئ العالم بعد فترة من النمو والاطمئنان الاقتصادي، وكان جل ما يزعج الاقتصاديون في ذلك الوقت هو ارتفاع أسعار الأغذية أو ارتفاع أسعار البترول. فوجئوا بأزمة متزايدة كانت حول القطاع العقاري والقطاع البنكي. وليس مجالنا اليوم هو ما هي الأسباب وما هي وكيف حدثت وما هو التسلسل التاريخي. كل ما هنالك أن نحن نريد أن نؤكد على عمق الأزمة، وأنها في أساسها بدأت قبل 2008، بل كانت بأسباب يعني سياسات كانت طبقت قبل 2007 وبدأت ظواهرها وعلاماتها في 2007 واتضحت الصورة في 2008. طبعا ما نريد أن نتعرض له هو أنه هذه الأزمة أدت إلى خسائر كبيرة جدا في الاقتصاد العالمي، ومنها أول شيء خسائر في البنوك والمؤسسات المالية العقارية، اللي وصلت التوقعات إلى أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا. وطبعا هذا في التقييم الأولي لها أنها ستصل إلى 820 بليون، وطبعا التوقعات الأخيرة أنها وصلت إلى تريليونات الدولارات بالنسبة للاقتصاد العالمي. من المهم أيضا أن احنا نأخذ التسلسل التاريخي في هذه الأزمة وكيفية إخراج المعلومات سواء من صندوق النقد الدولي. لو تبعناه كانت هناك عملية تغطية بسيطة جدا أو محاولة تخفيف، ثم بعد ذلك بدأ التبين تدريجيا الآثار إلى أن واجه العالم بأنه والله هناك آثار كبيرة جدا ستحدث سواء على المؤسسات المالية. فوجئ العالم بخسائر كبيرة جدا لمؤسسات مالية عريقة، مؤسسات تمويل، شركات كادت أن تطال يعني يمكن كبرى الشركات الأمريكية وأيضا الشركات الأخرى. طبعا أدت هذه أيضا إلى توقعات فيما يتعلق بمعدلات النمو في العالم. فالتوقعات بالنسبة لمعدلات النمو أنه سيمر العالم بحالة انكماش كبيرة جدا، وبالغ بعض الاقتصاديين في أنه توقع أن
تكون مشابهة للكساد العظيم في 1932، وأنا أعتقد أنه هذه مرحلة ستكون مرحلة كساد أطول من الكساد العادية وأيضاً أعمق من الدورات الاقتصادية اللي تمر بمرحلة كساد. طبعاً هذه التوقعات قد نقول أنها متفائلة، وإن كانت من أيضاً صندوق النقد الدولي، فيه أيضاً بالنسبة لمعدلات البطالة أيضاً قد نقول أنها متفائلة، لأنه في الولايات المتحدة يمكن وصلت إلى أكثر من 7.3، أيضاً في اليابان إلى الآن لم يأخذ الزخم الكبير اللي وصله يعني في 2009، من المتوقع أنه يوصل الكساد عمقه في نهاية عام 2009، وكذلك في دول منطقة اليورو ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. إذن عندنا إحنا المنهجية اللي بنتكلم عنها، أولاً عرض وتحليل الأزمة المالية الراهنة لتحديد آثارها. الهدف الرئيسي إن إحنا محاولة فهم وتحليل الأزمة المالية الراهنة ومدى تأثيرها على اقتصاديات دول الخليج، من خلال طبعاً عدد من المتغيرات الاقتصادية، أسعار النفط، الموجودات الأجنبية لدول الخليج كيف تتأثر من هذه الأزمة، أيضاً البنوك التجارية في دول مجلس التعاون، أيضاً أسعار الصرف العملات الرئيسية في دول المجلس، والإنفاق الاستثماري والنمو في دول المجلس، والائتمان وعمليات الوساطة المالية، والطلب العالمي بشكل عام، سوق الأوراق المالية في دول المجلس، والاقتصاد الحقيقي بشكل عام، والسوق العقارية في دول المجلس. إذن هذه المتغيرات اللي نريد أن نعرف ماذا سيحدث لها في ظل هذه الأزمة المالية. أولاً بالنسبة لانخفاض أسعار النفط، طبعاً انخفضت أسعار النفط من 147 دولار للبرميل إلى حدود 50 دولار، وبدأت التوقعات تقول أنه قد ينزل أقل أو كذا، وكان هذا أول تأثير يعني في ما يخص الأزمة على اقتصاديات دول مجلس التعاون، لأنه دولة تبيع منتج أساسي لها ب 147 ثم تبيعه بتقريبا أقل من ثلث هذه القيمة بعد ذلك، لا شك أنه ستتأثر إيراداتها، ومعنى ذلك سيتأثر الإنفاق المستقبلي، ستتأثر احتياطاتها وما إلى ذلك. طبعا عندنا سيناريو قد نقول أنه السؤال اللي يتبادر إلى الذهن، لا شك أنه الآن طبعا أسعار النفط الآن في تحسن، لكن من في معمة الأزمة من خلينا نقول من الصحيح أن نلقي السؤال أنه ماذا لو انخفض الطلب العالمي على البترول بشكل كبير نتيجة للركود العالمي المتوقع وعلى مدى السنتين القادمتين، وانخفض سعر البترول إلى حوالي 35 دولار. في هذه الحالة هذا السيناريو يجب أن يكون محطوط في البال بالنسبة لمتخذ القرار الاقتصادي لكي يتخذ الإجراءات الاحترازية التي تخفف مما لو حصل هذا السيناريو، السيناريو الأسوأ. طبعاً إحنا عندنا بالنسبة ل خصوصاً دول الخليج تعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية في تفعيل عملية النمو الاقتصادي بشكل عام، في عمل الاقتصاد الكلي، ومعنى ذلك أنه الانخفاضات اللي حدثت في عام 2009 بلا شك أنها ستؤثر في حجم الاحتياطيات، لأنه ستلجأ هذه الدول أو لجأت فعلاً إلى الاحتياطيات الموجودة لكي تستمر في محاولة تخفيف آثار الأزمة العالمية من خلال دفع الإنفاق العام، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في مجموعة العشرين بزيادة الإنفاق العام في هذه الدول. بالنسبة للموجودات الأجنبية لدول المجلس أيضاً ستتأثر. طبعاً التأثير سيأتي من خلال شيئين، أولاً أنه ستحتاج هذه الموجودات لكي تقوم بالإنفاق الإضافي، بمعنى أنه سيتم تسييل بعض هذه الموجودات، وإذا كانت هذه الموجودات أيضاً في أوعية استثمارية معرضة للخطر أو معرضة للانكماش لا أي لها علاقة بما نسميه
الأصول المسممة أو قريبة منها أو محطوطة في مؤسسات مالية خسرت ملاءاتها الاقتصادية أو المالية، فمعنى ذلك أنه أيضاً ستتأثر وجودها. أيضاً المتوقع أنه الأزمة المالية ستؤثر على سعر الدولار، بمعنى أنه إذا كان هذه الموجودات أيضاً موجودة في أوعية استثمارية بالدولار، فمعنى هذا أيضاً أنه سيؤدي إلى تقليل القيمة الحقيقية لهذه الموجودات. بالنسبة للأثار على الموجودات، أول شيء قيمة الموجودات، إذا انخفضت هذه الموجودات لأن احنا ستصرف منها دول الخليج، فمعنى ذلك أنه يخفض أيضاً القدرة على الإنفاق والاستثمار والتمويل وسد عجز الميزانيات. قيمة الاستثمارات أيضاً هذه ستنخفض نتيجة، ولذلك سيكون هناك انخفاض في الملاءة المالية وانخفاض القدرة على الاستثمار والتمويل وارتفاع مخصصات الخسائر لدى البنوك. بعض البنوك لديها موجودات، تعرضت بعض هذه الموجودات أو الاستثمارات الخارجية إلى خسائر، تمت عملية وضع مخصصات يمكن بشكل تدريجي، فمعنى ذلك أنه ربحيتها ستنخفض، معنى ذلك أنه أيضاً قدرتها على الاستثمار والتمويل ستنخفض. بالإضافة إلى أنه في ظل وجود الأزمة سيبدأ كل المؤسسات المالية في أنها تتحفظ على ما هو موجود لديها، لن تندفع في عمليات التمويل بشكل كبير جداً. بالنسبة للأرباح أيضاً سيؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم البنوك نتيجة للانخفاض في الأرباح اللي حدث بسبب أنه بعض الموجودات اللي موجودة لديها كانت في استثمارات يمكن عالية المغامرة وخسرت بعضها، وهذا كان واضح في أرباح البنوك اللي تم عرضها في عام 2008، وهذا سيؤدي أيضاً إلى يمكن انخفاض في أسعار أسهم البنوك، ومن ثم تأثير سلبي أيضاً على قيمتها وفي الأسواق المالية، وبعد ذلك أيضاً تأثير وضغوط سلبية على الأسواق المالية. هذا سيؤدي أيضاً من آثار الأزمة بالنسبة للموجودات أنه يؤدي إلى أنه هذه الموجودات اللي في الخارج قد تأتي نتيجة لأنها تبحث عن فرص استثمارية وتهرب يمكن من عملة خطرة مثل عملة مثل الدولار، فمعنى ذلك أنه سيكون لها أثر إيجابي في زيادة توطين الاستثمار في الاقتصاديات المحلية، ويعني هذه أيضا لها آثار إيجابية في بالنسبة للبنوك التجارية والمؤسسات المالية. فطبعا استثمارات البنوك التجارية والمؤسسات المالية وخاصة في قد تأثرت طبعا سلبيا بهذه الأزمة، فمعنى ذلك أنه عندنا طبعا أمثلة على ذلك. بنك أبوظبي التجاري خسر 272 مليون دولار، شركة الخليج الاستثمارية، بنك البحرين، الخليج. بكل مصداقية يعني قد نقول أنه أيضا درجة الشفافية اللي قدمتها البنوك في بعض الدول أقل من الدول الأخرى، فحجم الإفصاح اللي تقدمت فيه كان أقل، يعني كانت الإفصاحات أو البيانات لم تحدد بالضبط ما هو حجم انكشافها على الأصول اللي مرتبطة بالرهونات العقارية. ولكن طبعاً من مراقبة المخصصات اللي محطوطة للخسائر في ميزانياتها نستطيع أن احنا نلمس أنه هناك يعني تأثر في الأرباح المستقبلية. بالنسبة للائتمان وعمليات الوساطة أيضاً اختلفت دول المجلس من حيث أثر الأزمة على الائتمان والوساطة. انخفاض مستوى الإفصاح والرقابة المصرفية في عدد من المجلس أثر سلباً طبعاً على الائتمان وعمليات الوساطة المالية، لذا لابد من تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي القانوني وهي ما قامت به بعض الدول الآن، ونسبة الفائدة أيضاً على الإقراض، ولا بد أيضاً من دعم الحكومة للنظام المصرفي بشكل أكبر وقد يستمر على مدى السنتين القادمتين، يعني تستمر الحاجة لذلك على مدى السنتين القادمتين. بالنسبة على الائتمان والوساطة طبعاً انخفاض الإنفاق الاستثماري الخاص نتيجة لأنه سيقل الائتمان،
لأنه في حالات اللي يكون فيها خوف من الخسائر وما إلى ذلك يحجم المستثمرون ويحجم أيضا الممولون في هذه الحالة. الوساطة المالية لعمليات الاستثمار أيضا تنخفض، الاستثمارات تنخفض، العرض والطلب يكون هنالك بطء في توازن السوق نتيجة لنقص الوسطاء. انخفاض الطلب العالمي، من آثار الأزمة أنه بينخفض الطلب العالمي، الطلب العالمي الكلي، فهذا طبعا سيؤثر على حجم التجارة الدولية، على حجم الصادرات اللي من الدول مجلس التعاون، على أيضا حجم الطلب على البترول، ومعنى ذلك سيؤثر أيضا سلبا على الأسعار التوازنية لسعر البترول. ولن يكفينا التعويض اللي سيأتي مثلا من الصين ومن الهند والبرازيل لتعويض الانخفاض اللي في الطلب اللي سيحدث من دولة كبيرة جدا تمثل حجم 25% من الاقتصاد العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو مثل الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للآثار على الطلب العالمي، الطلب العالمي طبعا إذا انخفض سيؤدي هذا إلى انخفاض في الطلب على صادرات دول الخليج، انخفاض إيرادات الصادرات، انخفاض النمو العالمي، انخفاض الطلب على البترول، وأيضا انخفاض معنى ذلك السعر التعادلي للبترول عالميا. أيضا بالنسبة لأسواق الأوراق المالية في دول المجلس، طبعا تدهورت مؤشرات البورصات الخليجية عموما، وفي يعني عام 2008 وكان لها تأثيرات طبعا سابقة للأزمة، وطبعا نشاهد الآن عملية يعني يمكن رجوع إلى الأداء الإيجابي في الأسواق المالية، وقد يكون السبب في ذلك أنه أول شيء هروب الأموال من أوعية الاستثمار الغربية إلى أوعية الاستثمار الموجودة في الأسواق المالية الخليجية، أيضا وصول هذه الأسواق إلى معايير أساسية جيدة جدا بعد انخفاض الأسعار بشكل كبير جدا، فأصبحت مكررات الربحية منخفضة في دول مثل الإمارات العربية تجدها 4 أو 5 في طيب. إذا بشكل سريع جدا لعلي أذهب إلى التوصيات، طبعا الثقة في الاقتصاد انخفضت من واقع تقرير قدمه بنك HSBC، نتائج الإسمنت أيضا كانت سيئة في عام 2008 شركات الإسمنت، وهذا تأثيره على قطاع الإنشاءات كبير جدا. وأيضا لو جينا إلى قطاع العقار تأثر بشكل كبير جدا خصوصا في الأمارات، ومعنى ذلك هذا مرتبط به القطاع البنكي الذي يمول هذا القطاع، ومعنى ذلك أنه سيحتاج القطاع البنكي في الأمارات إلى مساعدات أكبر بشكل كبير جدا. لكن هذا أدى أيضا إلى انخفاض تكاليف الإنشاءات، ومعنى ذلك انخفاض تكاليف السكن وأثر إيجابي على مستوى تكاليف المعيشة. بالنسبة للعقار قد يكون هنالك إفلاس لبعض شركات التطوير والتمويل العقاري، وسمعنا عن بعضها يمكن في الكويت والأمارات العربية، تأجيل بعض المشاريع العقارية الكبرى أو إلغائها، تمديد فترة إنشاء بعض المشاريع. بالنسبة للمعونات التمويلية والإسعافية للدول النامية، طبعا هذا سيؤدي إلى ضغوط على هذه المعونات، وربما يكون من المستحسن لجوء هذه الدول إلى إعطاء يعني أشياء إسعافية يعني أو تمويل إسعافي. بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، هذه ستتأثر، عندنا بعض التدفقات اللي قد تحرم منها بعض المشاريع اللي أصلاً فيها جدوى اقتصادية، بمعنى أنه يجب أن يكون لدينا أدوات تمويل بديلة للاستثمار الأجنبي لكي ندعم هذه الاستثمارات. طبعا عندنا توقعات بالانخفاض في اقتصاديات دول الخليج العربية من بعض خلينا نقول صندوق النقد الدولي، ويمكن رأينا أيضا بيان معالي وزير المالية اللي يقول أنه
هذه التوقعات تشاؤمية، وهي فعلا تشاؤمية، لأنه مثل في دولة مثل المملكة يعني هناك عملية تحفيز للاقتصاد المحلي، لن يتعرض الاقتصاد المحلي لما ذكروه من ناحية الانخفاض، وكذلك في دول أخرى مثل الكويت، مثل أيضا قطر، مثل عمان أيضا، يمكن الأكثر دول اللي هي الأمارات وإلى حد ما يمكن البحرين من ناحية الانخفاض في معدل النمو، وليس أنه بيحصل هناك ركود اقتصادي. بالنسبة للإنفاق العام بالنسبة لدول مجلس التعاون، هناك توصيات يوصى باتباع الترشيد في الإنفاق العام للعام المالي الحالي والقادم، إضافة إلى إعادة التفاوض لتخفيض تكاليف المشاريع الموقعة حديثا. بالنسبة لسياسة سعر الصرف، يوصى بضرورة الخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية لاقتصاديات دول المجلس، وعليه يجب إكبال المتطلبات الهيكلية والتنظيمية لإنشاء الوحدة النقدية. إدارة الاحتياطيات، يوصى بإعادة التفكير في تركيبة احتياطيات دول المجلس بتقليل نسبة المكون منها بالدولار الأمريكي والإسترليني وزيادة اليورو والين والفرنك السويسري وغيرها من العملات الرئيسية والمعادن النفيسة، والابتعاد بأكبر نسبة من الفوائض المستقبلية عن أرض الخطر أمريكا وعن العملة الخطرة الدولار حتى تتبين الصورة بشكل جلي. بالنسبة لتنشيط القطاع المالي، يحتاج القطاع المالي إلى إصلاح وإلى عملية تنشيط بشقي المؤسسات والأسواق المالية عن طريق إيجاد معايير وآليات واضحة وعادلة للتقييم والطرح والإفصاح وضخ وتوفير السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة الدقيقة على حركة رؤوس الأموال، إضافة إلى إصدار قانون السيطرة على حركات المضاربة. بالنسبة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، طبعاً يوصى بالعمل على تحديد المشروعات الأجنبية الأكثر أهمية لاقتصاديات دول المجلس، ومحاولة تذليل عقبة استمرارها ولو من خلال الدخول في شراكات لحل مشكلة التمويل والمشكلات المالية والتسويقية اللي تعاني منها هذه المشروعات القائمة. أيضاً بالنسبة للمعونات، سبق وأن ذكرت أنه ينبغي إعادة النظر في أشكال المعونات اللي تقدمها دول المجلس للدول النامية، فمن المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعلومات بقدر الإمكان. السيولة الإسعافية، يجب توفير السيولة والتدفقات النقدية الكافيين للصناعات الخليجية وللقطاع العقاري وكذلك للقطاع البنكي على مدى السنتين القادمتين على الأقل، مما يستوجب وضع خطة طوارئ وأدوات جديدة لتوفر السيولة. من الممكن أن يتعرض بعض شركات القطاع البتروكيميائيات إلى مشكلات في التدفقات النقدية في الكاش فلوز، ومعنى ذلك يجب أن تحتاج إلى سيولة إسعافية لكي لا تخسر هذه الاقتصاديات شركات كبرى ورائدة قد تتعرض إلى مشكلات كبيرة جدا. كذلك بالنسبة للقطاع البنكي والقطاع العقاري، إدارة الأصول، سبق أن احنا تحدثنا أنه يجب إيجاد استراتيجية لإدارة الأصول أمام العملات الرئيسية تضمن الخروج بأكبر قدر ممكن من الاحتياطيات بعيدا عن الدولار على المدى المتوسط. وأيضا بالنسبة لكيفية استثمار هذه الأصول، يجب إيجاد صناديق سيادية تقوم على استثمارات فعالة وبإدارة مهنية كفأة، مع النظر للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال. دكتور، بالنسبة لمعايير، أعتقدنا الوقت دقيقة طال عمرك، تفضل. معايير الشفافية والإفصاح، يوصى بوضع معايير عالية للشفافية والإفصاح للاستثمارات والشركات والبنوك، ومتابعة تطبيقها ومعاقبة المكاتب المحاسبية التي لا توضح مستوى الالتزام بهذه المعايير واعتبارها مسؤولة عن مصادقتها على الحسابات الختامية وميزانات الشركات الدورية. نلاحظ أنه بداية المشكلة كانت من بعض المعايير المحاسبية لحد ما اللي ما وضحت المشكلات الموجودة من خلال درجة الإفصاح عن هذه الدول. شكراً معالي الرئيس، شكراً لاستماعك. شكراً دكتور حمد، الحقيقة يعني
عرض شامل وافي عن هذه الأزمة واقتراحات كثيرة فيما يتعلق بالموضوع. لو أضفت بس نقطتين بسرعة فيما يتعلق ب... أنا أعتقد تأثير الأزمة يجب أن ما ينظر لدول الخليج أنها تأثر بشكل متساوي. هناك في تفاوت واسع في تأثير الأزمة العالمية على دول الخليج. هناك دول منها تأثرت بشكل أكبر من دول أخرى. هذه ناحية. الناحية الثانية أنا أعتقد فيه ممكن أحد أكبر المشاكل التي واجهت المنطقة هي قضية التمويل. فكثير من المشاريع وبالذات المشاريع الكبيرة في المملكة تعتمد كانت على التمويل الخارجي والتمويل البنكي والمؤسسات البنكية الخارجية، وهذا التمويل يعني تقريبا اختفى وليس تقلص فقط. ولذلك كان الحكومات دور كبير في أنها تحل محل هذه المؤسسات الدولية في عملية التمويل وأن تقدم الحكومات تمويل لهذه المشاريع، وهذا في الواقع يعني قد يكون يتعارض مع احدى التوصيات التي تدعو الى ترشيد الانفاق الحكومي. احنا في الواقع الانفاق الحكومي في مثل هذه الازمه قد يكون له دور كبير جدا في معالجه هذه الازمه. شكرا دكتور. الدكتور خالد رويس، الموضوع هو عن تداعيات الازمه على اسعار السلع الغذائيه. عندي. السلام عليكم. شكرا على الرئيس. انا بصير اكثر تفاؤل من الدكتور حمد شوي، احنا زراعيين شوي متفائلين، فبنحاول نقيس اثر الصوت، بنحاول نشوف اثر الازمه على الغذاء. كثر الطرح في الامن الاخير عن الامن المائي والغذائي وما سببتها الازمه من مشاكل، لكن خلونا نستعرض الوضع، وش اللي موجود فعلا؟ هل نحن في أزمة أم لا؟ الدراسة تتكون من ثلاث أهداف: الوضع الراهن لإنتاج الغذاء في الدول العربية للفترة من 99 إلى 2007، ودراسة أثر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطنين، والتعرف على دور المنظمات الدولية في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. من المهم جدا أني أشير إلى المنظمة العربية للتنمية والزراعة، فهي الفاو العربية، نحن نعتبرها صراحة، بذلت جهد كبير جدا وجبار في جمع البيانات وإعداد الكثير من الدراسات اللي تناولت أزمة الغذاء حسب ما يطلق عليها في الآونة الأخيرة، فالشكر لهم جميعا. الدكتور أيضا الدكتور عبد الله الثنيان أيضا له مساهمات جيدة في ذلك. الأمن الغذائي أو المفهوم اللي بدأنا نتداوله في الآونة الأخيرة عن الأمن الغذائي، هل هو قضية ارتبط بوجود الأزمة الحالية أم لا؟ في الواقع اللي بيقرأ في اقتصاديات الزراعة يجد أنه طرق في عام 1934 أو 43 في مؤتمر هات سبرينغ في الولايات المتحدة الأمريكية، فكان هذا أول تداول لمصطلح الأمن الغذائي. في الأربعينات والخمسينات كانوا يقتصرون فقط على توفير إمداد الدول بالسلع من أمريكا وكندا، فرأت أمريكا وكندا أن هذا راح يخلي الدول تتراخى في إحداث التنمية، فطلع لنا مفهوم جديد اللي هو الغذاء من أجل التنمية. بعد فترة قالوا لا، هذا أيضا فيه اتهامات بالتلاعب بالأسعار وبالإمدادات غير كافية، ف اتجهوا إلى إقامة مشاريع الأمن الغذائي. في السبعينات أيضاً أو في الثمانينات نجحت الثورة الخضراء، فزاد الإنتاج بصورة كبيرة جداً. فاتضح أن المشكلة مو في نقص الإمدادات، المشكلة في أن في كثير من الدول أو من الاقتصاديات ما تستطيع أن تدفع للغذاء. بعد ذلك بدأنا نتداول وجت الأزمة، فصار عندنا مترادفات اللي هو الاكتفاء الذاتي، الأمن الغذائي، الأمن المطلق، الأمن النسبي. فوش المفهوم اللي راح نتبعه حنا في المملكة مثلا وفي دول الخليج، وش المفهوم اللي المفروض كنا احنا كاقتصاديين ان نوصي فيه؟ فالاكتفاء الذاتي قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس وعلى الموارد الاقتصادية والإمكانيات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته الغذائية محلية، وهذا اللي درجنا عليه في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة. فتجد أن أي منشور لوزارة الزراعة أو أي جهة حكومية تجد
نسبة الاكتفاء الذاتي في جدول في الأخير. الأمن الغذائي المطلق يقصد به إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وهذا المستوى مرادف الاكتفاء الذاتي، ويطلق عليه الأمن الغذائي الذاتي. الأمن الغذائي النسبي ويقصد به قدرة الدولة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً. فهذا صار فيه سعي أو توجه في الآونة الأخيرة، إذا سمعنا مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي، فهم مو من الضروري أن ننتج كل احتياجاتنا من السلع الغذائية داخل المملكة. لأهمية الغذاء وأهمية توفير اطلع التعريفات أيضا للأمن الغذائي، فالبنك الدولي يعرف بأن التأمين المحصول الحصول في كل الأوقات على الغذاء الكافي لحياة سليمة صحيا. والفاو منظمة الأغذية والزراعة في عام 2000 قالت أنه عبارة عن توفير الفرص لجميع الناس وفي جميع الأوقات للحصول على ما يحتاجونه من أغذية لمقابلة حاجاتهم التغذوية وتلبية رغباتهم التفضيلية للأطعمة لكي يعيشوا حياة نشطة وسليمة من الناحية الصحية. فهذول التعريفين في منظمة الغذاء قالت أن في 5 مبادئ للأمن الغذائي، اللي هو توفر الغذاء، الوصول للغذاء، القبول أو التنوع والعادات الاجتماعية، الكفاية والاستمرارية، السياسة والأنظمة. نجي للقطاع الزراعي في المملكة في العالم العربي بالذات، وهل في أزمة فعلا؟ الناتج الزراعي العربي يبلغ حدود 80 مليار دولار، تعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي العربي المقدر ب 1282 مليار. الصادرات 13 مليار فقط، تشكل 2% من جملة الصادرات العربية. يعمل في الزراعة 28 مليون عامل، يعادل 28.5% من جملة القوى العاملة في جميع القطاعات. المساحة الزراعية 4.5 من جملة المساحة الزراعية في العالم. أي واحد يطلع على هذه الأرقام يجد فيه مؤشرات، ومؤشرات قوية جدا على إمكانية توفير الغذاء في العالم العربي بسر بسهولة. سماتها وفرت الموارد الأرضية والمالية والبشرية. إذا جينا الأرضية عندنا من السودان، مصر، العراق، سوريا، في لبنان، في الأردن، في بعض المناطق. المالية متوفرة عندنا بدول الخليج، البشرية متوفرة في كثير من الدول العربية، لكن في عدم اتساق وتجانس في نمط توزيع الموارد، فنجد أن كل دولة لها ميزة نسبية تخصصها من ناحية الموارد. الموارد المائية ندرتها والاعتماد الكبير على مياه الأمطار ضعف الاستثمار الزراعي وانخفاض حجم المساعدات التنموية، تواضع المستويات التقنية ومعدلات الإنتاجية، استهلاك 90% من الموارد المائية المتاحة مقارنة ب 70% للمستوى العالمي، اعتماد الزراعة على النمط التقليدية في الإنتاج والتسويق، محدودية الأداء وضعف معدلات النمو، وبطء الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية. فعندنا إمكانيات، لكن عندنا بعض المعوقات اللي تعيق توظيف الزراعة أفضل توظيف ممكن. نجي بس نطالع في الموارد المتاحة أمامنا. عندنا 1.4 مليار هكتار المستغل منها زراعياً، 632 مليون هكتار. قارن بس حنا عندنا في السعودية المساحة المزروعة فقط 1,200,000 هكتار، ومع ذلك ننتج هذا الإنتاج هذا. فالمساحة الموجودة الصالحة للزراعة بالعالم العربي 1.4 مليار، منها 8.4 مليون هكتار مزروعة بمحاصيل مستديمة من 600، 45 مليون هكتار مزروعة بمحاصيل موسمية، 18 مليون هكتار عبارة عن أراضي متروكة وصالحة للزراعة، 18 مليون هكتار صالحة للزراعة ومتروكة، 93 مليون هكتار غابات تعادل 2.4 مساحة الغابات بالعالم، 468 مليون هكتار مراعي تشكل 13% من مساحة العالم. الموارد المائية يبلغ 247 مليار متر مكعب، منها 26% من داخل المنطقة العربية و74% من خارج المنطقة. متوسط نصيب الفرد العربي منها 807 متر مكعب مقارنة ب 7650 على المستوى العالمي. الموارد البشرية 325 مليون نسمة، 44 منهم في الأرياف، 28 مليون عامل في الزراعة. الثروة الحيوانية عندنا 360 مليون رأس موزع على 180 رأس غنم، مليون غنم، 113 مليون رأس ماعز، 62 مليون رأس أبقار، 14 مليون رأس إبل، و4 مليون و4 من عشرة رأس جاموس،
1.2 خيول. الموارد السمكية عندنا 651 ألف كيلو متر من الجرف القاري، 16.6 كيلو متر من الأنهار والمجاري المائية، يساهم الاستزراع السمكي بنحو 19% من جملة الإنتاج العربي من الأسماك عام 2005. هذه متابعة لي. الإصلاحات الاقتصادية والبرامج التكييف الهيكلي، عندنا المتغيرات الاقتصادية، عندنا قيام منظمة التجارة العالمية WTO، منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، قيام الاتحادات الجمركية، تكتلات الاقتصادية، الظروف السياسية والاقتصادية، تغيرات المناخية، الوقود الحيوي، هذه كلها متغيرات أثرت في القطاع الزراعي على مستوى العالم العربي. ماذا فعلت الدول العربية لتحقيق جزء معين من الأمن الغذائي؟ بذلت جهود كبيرة جدا. راح نشوف الإحصاءات. الإنتاج العربي من السلع الغذائية زاد، تراوحت نسبة الزيادة في بعض السلع من بين 3 إلى 46% خلال خمس من 99 إلى عام 2007. فعندنا زيادة ضخمة جدا، في عندنا إمكانيات، وعندنا إمكانيات زيادة الإنتاج أكثر. فنجد أن تطور السلع الإنتاج في محاصيل الحبوب مثلا، نجد أن أعلى نسبة وصلت للبطاطس، معدل التغير بحدود 45%. في الحبوب أيضا القمح والدقيق معدل التغير ب 42.8 و 43%، هذا خلال فترة بسيطة جدا. الخضر 18%، الفاكهة 8%، أقل نسبة حصلنا عليها في الزيوت النباتية، وبإمكان ذلك زيادة من خلال كثير من الاستثمارات. فالمطلع على الجدول هذا يجد أن في إمكانية التحسين واردة جدا. الصادرات في خلال نفس الفترة زادت الصادرات العربية بنسبة 79% من 3 مليار إلى 6 مليار و8 من عشرة. الواردات أيضا زادت بنفس الفترة بنسبة 40% من 22 مليار إلى 30 مليار. عندنا فجوة بمقدار 24 مليار يسهل عملية سدها في فترة بسيطة. تطور نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، عندنا سلع ذات نسب عالية ومتوسطة أو مقبولة أو متدنية، نجد أن السلع الاستراتيجية اللي احنا نطلق عليها السلع الاستراتيجية اللي هي القمح والحبوب والسكر والزيوت النباتية، نجد أنه فعلا فيه ما وصلنا إلى مراحل متقدمة من إنتاج هذه السلع على إمكانية إنتاجها في المناطق العربية. فنحن نصل إلى في القمح وصلنا ارتفعنا إلى 55%، ما زلنا نستورد 45%، في مجموعة الحبوب 54%، في مجموعة السكر 35%، في مجموعة الزيوت النباتية 31%، لكن وصلنا إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي في الأسماك والبطاطس والخضر والفاكهة، وعندنا نسب جيدة ومعقولة جدا من اللحوم والألبان والبقوليات. تطور قيم الفجوة الغذائية في الوطن العربي خلال نفس الفترة، الفجوة الغذائية بين 99 و2007 بلغت 14 مليار كمتوسط للفترة الأولى و17 مليار للمتوسط الثانية، الزيادة بلغت 24%. الفائض الأسماك زاد من 353 مليون دولار إلى مليار وواحد بالعشرة بنسبة 219%، فعندنا فرصة عالية جدا فيه. الفجوة الغذائية لعام 2007 بلغت 19 مليار و7 من عشرة. يمكن تقسيم المجموعات الغذائية الرئيسية من حيث تطور قيم فجوتها إلى مجموعتين. مجموعة وصلنا فيها ازدادت قيمة فجوتها الغذائية مثل الحبوب، البقوليات، السكر، الزيوت، اللحوم، البيض والألبان. دكتور خالد لو سمحت ما بقي إلا خمس دقائق إذا ممكن. إيه نعم، مو 20 دقيقة يا دكتور؟ 20 دقيقة بقي خمس منهم طبعا. من العشرين بقي خمس، بس بدي ننتقل إلى مرحلة تأثير هالأزمة على الـ على الـ على فعلا أسعار السلع الغذائية. هذا أنا طالع له. هذه مساهمتها الدول العربية في سد الفجوة، لكن نجي للأسعار، التغيرات اللي صارت في الأسعار. حسب منظمة الأغذية والزراعة فإن الرقم القياسي لأسعار الغذاء ارتفع في عام من 2005 إلى 2006 بنسبة 8%، وبين 2006 و2007 وصل إلى 24%، في الثلاث شهور الأولى من عام 2008 وصل إلى وارتفع إلى بنسبة 53%. نسبة الزيادة في الأسعار خلال الربع الأول من عام 2008 للزيوت النباتية 97%، الحبوب 87%، الألبان 58%، وكذلك ما زالت استمرار في زيادة في أسعار اللحوم.
إذا طلعنا بورصة شيكاغو زي ما يقول وهي أسعار القياس العالمية للقمح، نجد أن القمح زاد بنسبة 90% أسعاره، فول الصويا ب 80%، الألبان ارتفع أو تراوح بما بين 80 إلى 200%، كذلك زادت أسعار الأعلاف وبالتالي بتزيد أسعار اللحوم. في الدول العربية نجد أن أسعار الغذاء زادت ب 21% للزيوت النباتية، وللقمح 16%، الألبان 13%، الأرز 12%، والسكر 10%. على في بعض الدول مثلا نجد أن في القمح في اليمن زادت أسعار القمح بنسبة 140%، والأرز ب 50%، والزيوت النباتية 27%، البحرين زادت الأسعار ب 125% للزيوت، و 50% للألبان، و 45% للأرز، و 37% للسكر، وكذلك في تونس والسودان،